وعن العرب يقول ابن سينا: أي رب ربكم؟ وأي دين دينكم؟ ابتلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم، يدعون الناس إلى الجنة وهم عاجزون عن دعوة يتيم إلى مائدة، يدعون الناس إلى الجنة وأوطانهم مليئة بالمتسولين وماسح الأحذية، حمق البلاد وقطاع الطرق، أخذوا مال الأرض وورثوا بيت السماء. ويقول مالك بن نبيه: العرب يتركون العقلانية جانبا ويفضلون التمسك بالتقاليد والعادات والخرافات، مما يحد من قدرتهم على التجديد والابتكار. لينهي نزار قبان الحوار قائلا: نحن الأمة التي لا تعرف إلا الإنجاب والموت، نريد جيلا غاضبا، نريد جيلا يفلح الآفاق وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق، نريد جيلا قادما مختلف الملامح، لا يغفر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق، نريد جيلا رائدا عملاق.